أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد. أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي. شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدين. سل كربلا كم من حشان لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي. سل كربلا يا كربلا كم من حشان لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي. ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددين. وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي. وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله
بطيب المحتدي أفنيه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمان وحر مهندي لله بدر من مراق نجيعه مزج الحسام لجينه بالعسجد ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولاهب قلبه لم يخمد خضبت ولكن من دم وفراته فاخضر ريحان العذار الأسود قعد عندي أشاف مغمض العين بدم السابح امتر بالخدين متواصل طبر والراس نص عين جذب حسرة على ابني وتحسر يا ويلي قل لي ابو يقول منه الشرق راسك يا نور العين من خمد انفاسك يا عقلي من سلب درعك وطاسك يا روح شلون نشوف انك يا مطبر يا ابويا يا ابويا من عدل راسك ورجليك يا ابويا من عدل راسك ورجليك ومن غمض عيونك واسبل يديك يا نور العين كل سيف الوصل يا نور العين كل سيف الوصل ليك قطع قلبي ولا عند حشاي سداي يا ابويا يا ابويا من سمع يماك ونيناك ومن شبحات لعند الموت عيناك إلى العشرين ما وصل سنينك وحاتفني عليك الدهر الأكشر يا ابويا قل لي يا ابويا اريد امسح جروحك وشم خدك
أريد أمسح جروحك وشم خداك وحط صدري على صدرك ووسدك يا ابو يشوف لكن حرام جدك وجد زينب تصيح الله الله أكبر. لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من دعاء سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين كما روي عنه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الكلمات من دعاء إمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قالها كما جاء في الرواية في اللحظة التي نظر فيها إلى الجيش الأموي وقد أقبل كالسيل الجارف، فرمى بطرفه إلى السماء ورفع يده داعيا رب العزة والجلال بهذه الكلمات العظيمة. وهذا الدعاء موسوم بأنه دعاء لتفريج الهموم وكشف الغموم ودفع الملمات، ولذا ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يحفظوه عن ظهر قلب، وأن لا يتركوا التوسل إلى الله بالحسين وبهذا الدعاء، فإن فيه قضاء الحوائج
وفيه ما فيه من الفوائد العظيمة والجليلة. لكن الحسين إخوتي أخواتي المؤمنين والمؤمنات هنا يعلمنا درسا عظيما فيما يتعلق بأمر الدعاء. اللهم أنت ثقتي، أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعد. خلونا شوية نرجع إلى أنفسنا وواقعنا لنتساءل. ترى هاي واحدة من أهم أسباب إجابة الدعاء. الله عز وجل وعد العباد، أمرهم طلب منهم أن يدعوه ووعدهم الإجابة: ادعوني أستجب لكم. وهذا الدعاء مو خاص، أو هذا الوعد مو خاص بالأنبياء ولا خاص بالأئمة والأولياء والصالحين من عباد الله. هذا الوعد الإلهي لكل من دعاه مقدما شروط إجابة الدعاء في نفسه وفي دعائه. فإن الله عز وجل يجيبه لا شك. واحد من الأسباب المهمة والعوامل الأساسية في إجابة دعوة العبد ثقته بربه. قل نسأل: أنحن بالفعل نثق بربنا أم لا؟ يمكن الكثير يقول: نعم احنا نثق في الله عز وجل وما عندنا غير الله، ما عندنا غير الله. نعم، أقول من الناحية النظرية كلنا شاطرين وحافظين الدرس عن ظهر قلب، أن الله عز وجل بيده أمر كل شيء وإليه يرجع أمر كل شيء، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يكون يكون، وإذا لم يرد لشيء أن يكون لا يكون. أولا وآخرا الأمر يرجع إلى الله عز وجل. من الناحية النظرية بلا شك كلنا حفظنا الدرس وفهمناه، لكن انطبق عمليا؟ هنا الكلام يا مؤمن، هنا الكلام، وإلا ما كانت الدعوات ترد. أنا أتكلم الآن من جهة عامل واحد من العوامل، ما أقدر أحكي عن كل شيء بعد، لكن هذا بالتحديد واحد من العوامل الغاية في الأهمية. شوف، يمكن على أساسه الله سبحانه وتعالى يتسامح عن بعض الأمور، خصوصا فيما يتعلق بالأمور الشخصية اللي بين العبد وربه. نضرب مثال على هالمسألة: نثق أم لا نثق؟ نظريا قلت نعم، ما أحد يقول عندنا أنه أنا ما واثق من الله عز وجل زين وما عندي أمل بالله ويائس من هذا الأمر. الحمد لله الغالب، ما نريد نقول الكل، نريد نقول الغالبية العظمى الساحقة هي تؤمن بهذا الأمر، لكن عمليا نحن نريدها.
عمليا نحن نثق في الأسباب المادية والدنيوية أكثر، ثقتنا فيها أكثر وثقتنا في الأسباب والعوامل الغيبية، بالله عز وجل والقوة الإلهية والألطاف الربانية. خذ على سبيل المثال لما يدعونا يوم من الأيام في قضايا من القضايا الحقوقية مثلا إلى حركة عملية، تعالوا سووا افعلوا واطلعوا، مش قد تحصل استجابة لهذا الأمر؟ تحصل آلاف آلاف الناس تخرج وتتعنى وتقطع المسافات بعضهم ويتحملون العناء والتعب وقت طويل من أجل شنو؟ هذا الأمر. بس واحد يقول أنه يعني ما 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 نشتغل ما نعمل، لا لا مو هذا الكلام. الكلام أنه الأصل لدينا الله، مو إحنا، مو شغلنا، مو عملنا، مو الوسائل الدنيوية أبدا، مو فلان صديق، مو فلان جهة. الأصل عندنا الله سبحانه وتعالى وأهل البيت بعد ذلك بركاتهم وألطافهم. لكن يوم اللي في المقابل يدعون إلى جلسة دعاء في مسجد في مأتم، كم نفر تحصل؟ كم نفر؟ 10 15 20 تعدهم بالراحة. هذا معناته شنو؟ هذا معناته ثقة في الله عز وجل، هذا معناته أنه إحنا متخذين الدعاء مجرد عمل تكميلي لحركتنا، مو أصل، مو أصل عندنا. وهذه مصيبة من المصائب، مصيبة المصائب أنه إذا يصير عندنا هذا الأمر من الناحية العملية. خلينا من الناحية النظرية، ما عدي عليها كلام، لكن الكلام عمليا شنو؟ شوف الإمام سلام الله عليه هذا الدرس في هذه الكلمات البسيطة يعطينا إياه: أنت ثقتي، اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ما لي ثقة بأحد غيرك، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعد. أن أستند إلى من؟ أسند ظهري إلى من؟ قوتي حصلها من وين؟ ويضرب الإمام سلام الله عليه مثل، يذكر من يثني على الله عز وجل، يقول لك: كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، يا الله كم من مشكلة وخطر وقعت بها لا أجد لنفسي تدبيرا، أجدني عاجز ما أدري من وين المخرج من وين الحال، فشنو أسوي؟ مو بس هنا، الأدهى من ذلك يقول: ويخذل فيه الصديق. نأمل فلان يساعدنا، الجهة الفلانية تعيننا، الكذا تقف ويانا، الناس اللي من حولنا وحوالينا يدعمونا،
وإذا هذول اللي أملنا فيهم يد صفراء، يا أما أنه ما يقدرون ما بيدهم حيلة، يا أما أنهم ما يريدون يساعدونك أساسا ولا يريدون الوقوف معك. هذول اللي أملت فيهم خير طلعوا الخير من جهتهم مفقودة، والأمر على الإنسان ويشمت فيه العدو. شماتة العدو ترى مهينة، شماتة الأعداء قاسية، وقعها على القلب قاس وشديد. لكن لما كان اللجوء إليك يا الله أنزلته بك وشكوته إليك، لاحظ، رغبة مني إليك عمن سواك، لا فلان ولا علان ولا الجماعة ولا الفن، خلاص، رغبة مني إليك عمن سواك. كانت النتيجة، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. متى تصير الحالة العملية عندنا؟ هي هذه الحالة التي يقدمها لنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه، حتى يصير المطلب اللي يريده يتحقق الإمام الصادق سلام الله عليه فيما يروى عنه في الحديث، يقول: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند الله، فإذا علم الله من قلبه أو ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قال بالفعل احنا نتحرك ونشتغل ونعمل ونسوي هذا كله لأن الله أمرنا، مو لأن النتيجة في عملنا، مو لأنه راح نحل مشكلتنا بأيدينا بتعبنا، لا يا رب، احنا نسعى ونتحرك لأنه انت أمرتنا، انت قلتنا اشتغلوا، انت قلت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإلا احنا ما عدنا ثقة في كل عملنا في كل شغلنا في كل حركتنا. إذا أنت تتخلى عنا بعد إحنا شو؟ أي مطلب من المطالب يريد الإنسان يحققها لازم تتوفر على الأقل عناصر أربعة. أولا الإرادة، اختيار الإنسان للشيء، تحديد الإنسان للهدف، للغاية التي يريد تحقيقها، الغرض اللي يريد يقضيه. شيء ثاني يعزم، جمع قوته القلبية على أنه دين هذا الشيء بالفعل يريده، مو مجرد كلام، مو مجرد نية عابرة، لا أكو صدق في النية دين. بعد الثالث العمل، يشتغل ويتحرك لذلك المطلب، يسعى باتجاه ذلك المطلب. بس هالثلاثة الأشياء اللي أنا أسويها من دون الرابع ماكو فايدة بيها، وهي التوفيق من الله عز وجل، توفيق من الله. هذا من وين أحصل عليه؟ أحصل عليه من خلال الدعاء،
الدعاء مقاليد النجاح ومفاتيح الفلاح. أمير المؤمنين يقول إحنا بالدعاء نستمطر رحمة الله، بالدعاء نستنزل رأفته، نستدر عطفه بركاته ألطافه، بس يكون واثقين بما عند الله عز وجل، والله ما يرد وما يخيب مع ذلك أبدا. شوف اللحظات اللي يكون فيها الإنسان بالفعل متوجه إلى الله عز وجل، قلت كان نبي كان إمام كان ولي أو إنسان عادي، الوعد الإلهي للجميع، لكن الأولياء الأنبياء يحققون شروط إجابة الدعاء فيحصلون على النتيجة وسريع. قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى وجه نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام إلى علي الأكبر. اللهم فاشهد عليهم، ثم دعا اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. يا تحققت دعوة الحسين يوم تحققت، شوف ايش سوى الله بأعداء أهل البيت، سوى في اللي جرحوا قلب الحسين بهذا الموقف العظيم، وهو ينظر إلى ولده شبيه رسول الله يطلب الإذن بالقتال، يعز على الحسين صاح حسين ما من ذاب والأكبر وقف يمه يقل لي يا ولي يا ولي، صاح حسين ما من ذاب والأكبر إجا يمه يقل للساع رخصني يا ابو اليمه يا قل لي اش حال قلب حسين من عاين عزيز الروح واقف يطلب الرخصه وقصده للمنية يروح أرخى بالدمع عيني ونادى والقلب مجروح اشهد يا إله الناس خانت عهدي الأمة. يقولون علي لما سمع الدعاء من أبيه علم أن ذلك هو الإذن، ما يقدر يقول له روح بالعزيز على قلب الحسين أن يقول له مثل هذا الكلام يذل إذن صريح، بس علي فهم أنه الإذن له من أبيه فحمل على القوم يقاتلهم، صوى شبه المصطفى صول على الجيمان كالزلزال، خلى الخيل ما تعرف رسنها من جثث
الأبطال يا ويلي ذبي من الحرب يسرى وعصوا على الجنبين حاموا صايا شبل الشهيد شبل حسين يا حي وعباس البطل عم ابن مرد الكفر صويل ودع نهارها كالليل وادي كربلا رجايا وخلى دمومها كالسيل كل سربة تفر منه وكل فارس يصيح الويل يفر ما يعرف الدربية الدنيا بعينهم ظلمة ينكس كل رواياها كفوش بالشهيد حسين وابوه بباب المخيم صوب شابح العينين وليلة واقفة يمه وقلبها من شطر نصين تشوف حسين متبسيم وهي الأجل مبتسمة ساعة ولن تشوف حسين وجهه تغير بالهموم ساعة ولن تشوف حسين وجهه تغير بالهموم صاحت يا ابن حام الدين قل لي اش صار يا مظلوم صاب ولادي العدوان قالها والدميع مسجوم فارس جا ليا ليلي وروحي الأجل مهتم تقل صاحت ش الفكر يا حسين قلبي من الحزين فطار قل لي أبا عبد الله شو أسوي قل قال يا تصاحت ش الفكر يا حسين قلبي من الحزن فطاير شنو الفكر قل لي ماذا أعمل ماذا أصنع يقلها دخلي الخيمة وادعي لظنوتك الأكبر ما يرد الدعاء منك وابو ما يرد الدعاء منك وابنك بالوغى يفتار قصد نصرة نصرة الإسلام وتحطيم الكفر يم دخلت إلى خيمتها نشرت شعرها رفعت طرفها نحو السماء صاحت إلهي بغربة الحسين إلهي بوحدة الحسين إلهي بعطش الحسين يا راد يوسف رد علي ولدي علي بعد احنا هم إلنا حاجات هم إلنا حاجات يلا جميعا خل نتوسل بالحسين سلام الله عليه وحاجة من الحاجات المهمة مو خاصة إلنا يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله بغربة الحسين يا الله بوحدة الحسين يا الله
بعطش الحسين فرج عن إخواننا المؤمنين المعتقلين فرجا عاجلا يا الله واكشف همومنا وفرج غمومنا وانصرنا على أعدائك وأعدائنا يا الله. يا ما استتمت دعاءها إلا وقتل علي بكر بن غانم وأقبل إلى أبيه فرح مسرور يطلب الجائزة يقول له ادركني يا ابويا وجيب لي قطرة أمي. الله أكبر. تريد ماي من أبيك؟ قال نعم. قال يا عز علي ولدي طلبك عن طلبك بالعزيز ما أقدر ألبي لك. يصعب على أبيك أن يلم. ما رديت لك طلب. يقول له ولدي علي بس هالمرة ما أقدر ألبي الطلب. ضم الصدر وصاح يا ابني والدمع سال ابشر يا عقلي كان مني طلبتك مال لكن وان كان تطلب ماي هذه طلبة محال. ويلي لازم يا ابويا بالعطش نقضي سوي. الأكبر شي جاوب الوالد قل لي يا ابويا انفطر قلبي ومنك طالب الماي. أنا فرقت صمصوم الأعال عدو للجايزة جاي والجايزة شربة مية برد احشاي تحسر. وقال له يا ضيع عينش بدي. الرواية يقولون بعض أم بعض ما ينقل أن الحزين قال له يريد يسلي يريد يخفف عن معاناة ولد بني ضع لسانك على لساني. فلما وضع علي لسانه على لسان أبيه رجع إلى خلفه فزعا مرعوبا باكيا أبا حسين إن لسانك كالخشبة اليابسة. أيوا حسينا وعليا بني اصبر قليلا يسقيك جدك رسول الله بكأس الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. أراد ينقلب للميدان قال له مهلا مهلا ولدي علي لقد تركت أمك في الخيمة مغمى عليها روح تنتظر عودتك ولدي علي. دخل على الوالدة العزيزة أخذ رأسها وضعه في حجره صار يبكي تقاطرت دموعه على وجهها انتبهت من إغماءتها نظرت وجه ولدها قالت علي هذا؟ قالها نعم أمي. قالت الحمد لله الذي استجاب دعائي ورد علي وردك علي سالما. جلس عند سويعة ثم أراد الخروج قالت لبني انتظر لحظات ما تريدين أم؟ قالت أريد أتزود منك من طولك طول رسول الله
هذا النظر، هذا الخلق، هذه المشية، مشية حبيبنا رسول الله قدامي شوية تتمشى، صار يتخصى تقول لي تهيد يا بدور سعدي لما أرض انظر لطولك وضمك ضمة وداع وانظر بعيني مشيتك يا حلو الأطباع لي عساه الموت قبلك يا ضي العين. صار يتمشى شوية قالها مشيت قبال وجهك ودعيني ابلج ظن وتفادج بعد لا تترقبيني بني وما فيها امان الله ويلي صاحت بني علي يا ابني عليك المصطفى خالع جمالك واهب لك الكرار صلاته وفعاله ومن الحسن عماك يا بعد اهلي نوالك وقصر العمر من فاطمة والإبا من حسين وويلاه ودعها وخرج أراد الانقلاب إلى الميدان أقبل إليه أبو الحسين بني تعال أخذ بيده إلى مخيمات النساء صاح يا بنات علي وفاطمة يا بنات رسول الله هل ممن لوداع الشباب أحطن بي من كل جانب فلما نظرنا إليه صحن بأجمعهن صيحة واحدة يا علي أرحم غربتنا ترى هذه كلمة ما قلناها النساء في وداع أحد من بني هاشم إلا في وداع علي الأكبر لن كانهم يودعون رسول الله يا في أوصافه ويلي يا علي ارحم غربتنا لما شاف الحسين ان النساء ما مخلين علي بعد يغادر ويتحرك اقبل دخل في اوساطهن اخذ ولده علي وهو يقول دعوا ولدي فانه ممسوس يعني مكتوب عليه القاتل والشهادة في سبيل الله أجركم الله لما أراد علي أن ينقلب إلى الميدان قال الحسين وين رايح ولدي علي إلي بني علي جاء أقبل إلى أبيه ضمه إلى صدره صار يقبله ويكثر من تقبيله يشمه وهو يبكي بني في أمان الله بني في دعة الله أبلغ جدك رسول الله وأباك أمير المؤمنين وأمك الزهراء أني تركت أبي الحسين لا ناصر له ولا ثم أقبل إلى الميدان مصلتا سيفاً وقد أحدث فيهم زلزالا عظيما وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن أبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي أجركم الله
فلما نظر إليه منقذ ابن مرة العبد وهو يفعل بالجيش ما يفعل، قال اللعين والله لئن مر بي هذا الغلام وهو يفعل ما يفعل بالجيش لأذكلن به أمه وأباه، آجركم الله. فمر علي يطرد كتيبة أمامه فلحق به اللعين طعنه بالرمح في خاصرته وأهوى بالسيف على أم رأسه. أيوا عليا وسيدا، سالت الدماء من رأسه على وجهه وانحنى على رقبة الفرس كي يوصله إلى المخيمات، لكن سالت الدماء على عيني الفرس فما أبصر الطريق، فاحتمله إلى معسكر الأعداء فاحتوشوه من كل جانب، هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر خمب خمب قطع، هذا بالخناجر فصليده وهذا يغط من رمح الحديده، بخاصرته وهو يعالج ويفغار. فلما بلغت روحه التراق صاح أبا حسين عليك من السلام. فلما سمع الحسين صوت ولدي علي خرج يقوم ويقعد ينادي ولدي علي ولدي علي ولدي علي، حتى أتى مصرع الولد العزيز نظر إليهم مقطعا بالسيوف إربا إربا، جلس عنده وضع خده على خد ولده صدره على صدر العزيز نادى بني علي على الدنيا بعدك العفو. أجركم الله، جلس عنده ساعة بتلك الحال وقد كادت روحه أن تفارق عند جثمان ولده، يقولون فلما نظرت زينب حال الحسين خرجت من الخيمة شابكة عشرها على رأسها تنادي وولداه وعليا. فلما سمع الحسين صوتها قام إليها، فالتفت إليه علي وبي رمق من الحياة، إلى أين أبا حسين تتركني وقد حانت منيتي وقد نزل بي الموت؟ قال بني وما أصنع وقد خرجت عمتك زينب من الخيمة. قال إذن وأذني أبويا لعمتي زينب أراها، خلا تشد جرحي ترى يا ذايب حشا. قال يا عقلي مهجتي حكيك فراها،
لازم أشيلك للخيام يا قرة العين، لازم أشيلك للخيام يا مهجة الروح، عن جثتك يا صبيعة نشلون ناروح، لو قلت لمك ضل علي بالشمس مطروح، لازم تقل انشايان جبت الولد يحس، لكن بليلة ايش الفكر يا حلو الاطباع، لو عاينت جسمك يا عقل موزع وزع، وليلة ما تقدر تنظرك يا ابني بالنزاع، لكن يا عين الله على ضجتها النساوي، شال المدلل فوق صدره وللخيام عاين دمعي الويصيح فتني فقدي لولا، قومي يا ليلى للولد عدلي لوسان، طلعت بدشت الطميل هام بليد وعليا ولا بالشابج علي رايح علي رايح جذب ونا وصفق راحين علي رايح علي رايح صاحح زين يا زين علي خيّا وظلمت الدنيا يا كوكب ما كان أقصر عمره.